السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في القناة شيوات مع رجاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. المهم اليوم غنوجد معكم واحد الوصفة صراحة رائعة، تكتوكة بواحد الطريقة اللي سهلة. دابا غندوجو بسم الله على بركة الله. المهم معنا عندي 3 ديال الفلفلات من حجم كبير كما كتشوفوا معايا، وعندي 4 ديال المطيشات حتى هما من حجم كبير، وعندي اناء بحال هكا اولا طنجره اولا كسرونه كما كتشوفوا معايا، وكناخذوا كاس قل ربع كبير ديال الماء وكنضيفوه على ديك مطيشه، ومن بعد غنديروها فوق العافيه وغنخليوها حتى كتنشف لينا ديك الكسرونه ما تبقاش فيها الماء. ودابا غندوزو الفلفله كما هكا، غادي نشويوها فوق العافيه فوق البوطه، اولا نقدروا نشويوها في الفران حسن كتجينا ساهله في الفران، وكنديروها فشي بلاستيكه كما هكا. ومن بعد فاش خصنا نقشروها ما تكونش نغسلوها، المهم نحاولوا نقشروها وما نغسلوهاش، نقيوها مزيان. ومن بعد الطماطيشه ديالنا فاش وجدات كما كتشوفوا معايا، نحيدوا لها دوك القشور ديالها حتى هي بحال هكا كما كتشوفوا معايا، ما بقى فيها لا ما حتى شي حاجه. وغناخذوا شي كاس بحال هكا وغنمحكوا ديك الطماطيشه مزيان حتى كتولي لنا صوص بحال هكا كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. ودابا غندوزو باش نقطعوا ديك الفلفله، نحاولوا الفلفله نقيوها وما نغسلوهاش بالماء باش كتبقى الفلفله حلوه وكيجي واحد المذاق في ديك التكتوكه رائع. وغنضيفوها على ديك المطيشه كما كتشوفوا معايا بحال هكا، غنضيفوا معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره والملح، وغنديروا الربيع مقطع، المهم جوج معالق اولا على حساب، المهم الربيع والثومه نحاولوا نكثروا منها، ونديروا زيت الزيتون ولا زيت عاديه، وكنديروا المهم الا ما عندكمش الهريسه ديروا البزار، المهم ما كاينش مشكل، المهم انا باش تجي حاره وكيجي المذاق ديالها زوين. هي هذه الوصفه ديال اليوم، وكنتمنى تتابعوني على القناه وتتامنوا عندي وتعملوا لي لايك، وشكرا كاع اللي كيتابعوني وحتى اللي ما كيتابعونيش.